المشاركه ديال المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه في هذه النسخه الثالثه للمعرض الوطني للمراعي. فانطلاقا من مهام المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه واللي هو مواكبه جميع الانشطه وزاره الفلاحه وكذلك مواكبه جميع الشركاء، فكيجي الدور ديال المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه اليوم باش يبرز هذه الاهميه وهذه المشاركه من خلال مواكبه تنزيل قانون حمايه المراعي وتنظيم الترحال. فنظرا للمهام اللي كيقوم بها المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه واللي هي صله وصل وقرب مع الكسابه ومع الرحال، فالمكتب الوطني وضع واحد المقاربه مجاليه مندمجه للاستشاره الفلاحيه اللي كتقوم على ثلاثه ديال الابعاد: بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد بيئي، اللي غيهم هذه الفئات اللي كتخص الترحال وكذلك حمايه المراعي من خلال عده برامج. اخص بالذكر برامج اللي غتهم الاطفال والابناء ديال هذا الرحال، خاصه من خلال وضع برنامج للمحو الاميه الوظيفيه، كذلك المساهمه في الرفع من المردوديه ومن الانتاجيه ديال القطيع، وكذلك من تقويه القدرات ديالهم المعرفيه والتقنيه باش انهم يقويوا القدرات ديالهم ويقويوا المردوديه ديال الانتاج ديالهم. كذلك هناك شق مهم هو تنظيم الرحال من خلال تحسيس ديال الرحال وكذلك الكسابه وكذلك مالكي الاراضي الفلاحيه باش انهم يتنظموا من خلال تعاونيات اللي كتعطي واحد الاطار شامل يمكننا بحل النزاعات، وكذلك يكون هناك تشاور بين اعضاء هذه التعاونيات باش يوضعوا واحد المقاربه تشاركيه في حل النزاعات، وكذلك في رؤيه تشاركيه لاستصلاح الاراضي وتهيئتها. في المجال البيئي كذلك، هذه المقاربه المجاليه اللي جا بها المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه خصت المقاربه البيئيه واحد الاهميه كبيره من خلال تقويه قدرات هذا الرحال وكذلك الكسابه باش انهم يقاوموا اثار التغيرات المناخيه، وكذلك يكون هناك واحد الاستغلال عقلاني للمراعي وكذلك تهيئتها والرفع من المردوديه ديالها. فمن اجل انزال هذا البرنامج او هذه المقاربه التشاركيه، فالمكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه وضع برنامج للاستشاره الفلاحيه والتواصل بين جهوي اللي كيخص اهم الجهات اللي تحظى بهذا النشاط الرعاوي وكذلك الترحال، وهو برنامج غني اللي فيه عمليات الاستشاره الفلاحيه كايام تحسيسيه وكدورات تكوينيه ميدانيه، وكذلك برنامج بين جهوي للتواصل عبر برامج اذاعيه وحلقات اذاعيه اللي كتخص هذا الموضوع ديال الترحال واللي كتبرز هذه الاهميه ديال هذا القانون اللي جا باش يحمي هذه المراعي وكذلك ينظم الترحال. واخص بالذكر هنا المقاربه الجديده هي رؤيه المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه باش ينزل بواحد الفرق متنوعه ومشتركه اللي فيها مستشارين فلاحيين عموميين وكذلك مستشارين فلاحيين خواص، اللي هو الجديد في هذه الرؤيه الجديده باش يكون هناك واحد التشارك ما بين هو عام وبين خاص باش يعطيو واحد المردوديه اكبر، واحد قوه انزال الرؤيه يكون عنده واحد التاثير مهم على الارض ويكون هناك نتائج جيده ان شاء الله. فهذه الفرق المتنقله غيكون عندها واحد المجموعه ديال الادوات باش انها تبلغ الرساله، باش انها تقوي القدرات المعرفيه والانتاجيه ديال الترحال، وكذلك تساهم في تنظيم هذا الرحال في شكل تعاونيات، وهذا الشيء اللي يمكن يكون هو عنده واحد الايجابيه في تنزيل القانون الجديد اللي عنده افاق جيده ان شاء الله. جهة سوس مسا تمت تقريبا ما يفوق 140 عملية استشارة فلاحية، فيها ما هو أيام تحسيسية، وحدة متنقلة، دورات تكوينية، كذلك مدارس حقلية ومباريات لفائدة حوالي 1000 فلاح. هذا البرنامج ولا هذه الخطة فكانت لمواجهة واحد المجموعة ديال الإشكالات اللي كتعاني منها هذه السلسلة، بالخصوص ضعف المعرفة ديال الكسابة
في كل ما كيتعلق بالتغذية، كذلك واحد ضعف فيما يخص تقنيات التوالد واختيار الأصناف الجيدة. كاين كذلك الهيمنة ديال واحد التسيير تقليدي ديال وحدات الإنتاج. إذا هذا البرنامج اللي شرنا ليه لمواجهة هذه الإشكالات هذا والرفع من الهدف منها والرفع من المستوى التقني ديال هذه الكسابة. كذلك لدعم هذه السلسلة فالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في سوس مسا ساهم من الموقع ديالو في واحد المجموعة ديال البرامج وطنية ذات طابع وطني، بخصوص مثلا عمليه ديال الشعير المدعم اللي استفدوا منه الكسابه بواحد الثمن مناسب، كذلك عمليه ديال الاعلاف المركبه، واخيرا العمليه ديال الترقيم ديال الاغنام الموجهه لعيد الاضحى، فساهم فيها المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه بالخصوص في سوس مسا بواحد الشكل فعال، ساهم في النجاح ديال هذه العمليات كلها.